مرت له 10 يمين هسه مرت له حسيتين حسب ساو منزل على اليسار اسحب جانب مراد على كيف التحريكه على احنا لما شاركنا ببطوله الجمهوريه كان التقسيم انه مجموعتنا على المنطقه الشماليه. احنا ليش فضلنا المنطقه الشماليه؟ لانه اول شيء المصاريف اقل والجهد اقل علينا، يعني احنا كنا مجموعه الشماليه هي الدهوك واربيل وسلمانيه وكركوك. تعرف هاي المسافات كلها قريبه، تروح على يعني بنفس اليوم وترجع. المصاريف اللي المجموعه اللي نقلونا عليها المجموعه الغربيه تعرف مناطق بعيده، يعني هسه مثلا عندنا لعبه ويا دياله لازم نعبر لبغداد، وعلى بغداد نروح لازم قبل بيوم، نبقى بعد المباراة بيوم جور نقل، وهذا المبالغ طبعا كبيرة والاتحاد ما عنده هاي المبالغ. اليوم كنا في لقاء مع السيد المحافظ، الرجل اتبرع يعني بخمسة ملايين، زي ما اعرف الخمس ملايين يعني تعرف ما تكفي، لانه احنا عندنا 30 لاعب بس اذا تحسبها يعني بس مخصصات نقل لهم، يعني اذا كل لاعب 10,000 باليوم كن احسبها مبلغ ما يبقى. فهاي المشكله. المشكله الثانيه هسه احنا ان شاء الله متاهلين، يعني تعادل مع دياله يهن زين. البطوله راح تصير ببغداد 10 ايام او 15 يوم منها المصاريف زين، يعني اما تبع الاتحاد المركزي، الاتحاد المركزي يعني لما ينظم هيك بطوله غير دعمه ماديا. نشكر كل الحضره مباراه مع الانبار اللي فزنا في مباراه، كانت مباراه حساسه، مباراه نتيجتها كان تعنينا الكثير، حصلنا على 3 نقاط اللي كنا في امس الحاجه اليها، وطبعا فرحنا جمهورنا اللي المتعطش، يعني صار له زمان يعني ما حاصلين الانديه والمنتخبات الموصل على هذه النتائج. الحمد لله والشكر، وفقنا مع اللاعبين ومع الكادر ومع الاداريين ومع جميع الوفد اللي مع المنتخب الموصل، وان شاء الله عندنا نهائيات في بغداد ان شاء الله نتوفق في اخر مباراتنا مع ديالا. بكره راح نسافر ان شاء الله على بغداد، ومن هناك نروح لديالا. مباراه طبعا مهمه، ونتيجة المباراة تهمنا نكون متصدرين المجموعة، وإن شاء الله التوفيق من الله. بعد المباراة جاء إن شاء الله في محافظة ديالى. الحمد لله والشكر، الفريق قدم مستوى طيب، النتيجة كانت مقبولة وأرضى جميع الجمهور. وإحنا إن شاء الله اليوم نستعد إن شاء الله مباشر مقبلين على سفر. نتمنى من جميع الموجودين، من المسؤولين، من كل المشجعين، من كل جميع الناس اللي الشريحة اللي موجودة في محافظة نينوى أن يدعمون هذا الفريق. طبعا إحنا نتمنى أنه يصعد الفريق إلى الأدوار النهائية، حتى شويه يعني مثل ما يقول يصير دفع للرياضه في مدينه الموصل، لان احنا محرومين ما شاء الله، صار لنا سنين ما عندنا هذا المجال واللعب في بغداد وباقي المحافظات. نتمنى من الجميع ان يساندون هذا الفريق اذا كان مسؤولين او جمهور. والحمد لله شكر الامور طيبه ان شاء الله، وان شاء الله نقدم مستوى طيب في المباراه المقبله ونصعد للمباراه النهائيه. الفرحه بالفوز الاخير يعني فرحت جميع جمهور الموصل، وجمهور الموصل محتاج هذا الفرحه، يعني انت يمكن المنفذ الوحيد اللي فرح هذا الجمهور بعد انتكاسات كثيره بكره القدم. طبعا الحمد لله قطعنا نصف المشوار، باقي لعبة دياله ان شاء الله اللاعبين والكادر التدريبي يوضع الخطه المناسبه من اجل تحقيق 3 نقاط ونروح بصداره المجموعه ان شاء الله. نتمنى من الاستاذ نجمة الجبوري دعم الفريق، ومن المسؤولين المحافظه، انت مثل ما تعرف الفريق مثل محافظه نينوى، فنتمنى دعمهم، نتمنى ان حضورهم ايضا ويانا حتى يشوفون الفريق، يرفعون من معنويات الفريق. انت من يجيك مسؤول مثل المحافظ او يجيك مسؤول من المحافظه ويرفع من معنويات اللاعبين، اكيد اللاعب راح تزداد المسؤوليه عليه وتقديم الافضل في من اجل ارضاء الجمهور ومن اجل ان التاهل ان شاء الله.